المنتخب الوطني الجزائري ونظيره طنزاني. اذا لو نتابعوا فقط نتائج المباراتين، المنتخب الوطني فاز بثلاثه اهداف دون رد، والمنتخب السنغالي هو الاخر فاز بثلاثه اهداف دون رد. وعرفت ايضا هذه المواجهه استفاقه نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني مسجله ثنائيه وضيع ايضا ضربه جزاء. اذا مشاهدينا الكرام لو نتابعوا ايضا الان يعني ترتيب المجموعه الثالثه، يعني نتابعوا أن المنتخب الوطني والحمد لله حقق ثلاث انتصارات جعلته يتزعم المجموعة بتسع نقاط، السنغال بست نقاط، كينيا بثلاث نقاط، ومنتخب تنزانيا يغادر هذه الدورة بدون رصيد، يعني لم يحقق ثلاث انتصارات متتالية. لا يعني من إحصائيات بالحق حقيقة، هذه راح تخلي تكسب ثقة، لأن الفوز النووي خاصة في المقابلة الثالثة راح تزيد تحفز كل المجموعة. تاريخيا لثاني مرة للفريق الوطني يعني يفوز بثلاث مقابلات بدون ما يسجلوا، أحسن من 1990 سجل علينا هدف في صح في هذه يعني المرة الدفاع لم يقاول هدف. لا لا الدفاع هذا راه دفاع متين جدا، المنظومة الدفاعية راهي في المستوى، ونظن باللي هذه الأمور راح تزيد تمد مرة أخرى نقولها الثقة لخاصة المنظومتين سواء الدفاعي أو الهجومي. في كل مقابلة رانا نسجلوا وباش نتلقاو أي هدف.